للعدوان. كلا كلا للعدوان. نعم نعم للحرية. بعد عملية الاغتيال التي طالت الصحفي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي، تم اختطاف الناشط المدني سلام العقابي أثناء خروجه من ساحة الاحتجاج في بغداد، فيما لا تزال الحكومة صامتة أمام جرائم الاغتيالات والاختطاف الممنهجة والمتواصلة منذ اندلاع شرارة انتفاضة تشرين. أهالي محافظة بابل طالبوا الحكومة بالكشف عن مصير العقابي وعن الجهات التي اختطفته. أهالي الإسكندرية وقفة مشرفة على مود خروج الناشط المدني سلام العقابي. سلام العقابي تواجد بساحة التحرير لغرض الإفراج عن الناشطين والإعلاميين، كل الإعلاميين والسياسيين. رجال معروف هنا، ما عنده لاعب ولا زايدة ولا ناقصة، غرض راح ساحة التحرير طالب بحقوقه وحقوق العالم. كل شيء ما رايدين احنا من الحكومه، كل شيء ما رايدين من الجهه اللي اخذته، رايدين اطلاق سراحه، خلي يباعون على بنته، خلي يباعون على ابنه، خلي يباعون على عائلته. ملينا، العزيز راح من عندنا وكل شيء راح من عندنا. اخي ما رايدين كل شيء احنا من الشعب، حتى العلم بعد ما نريده، طلعونا الحقوق مالتنا. هذا الزلمه طلعونا اياه، الخاطر محمد طلعونا اياه. الأهالي أنفسهم تساءلوا عن سبب اختطاف ناشط ذنبه الوحيد، مطالبته بحياة كريمة لا أكثر. ناشد الجهة اللي خطفته لهذا الشخص بأن يطلقون صراحة، لأن شنو ذنب أطفاله؟ يعني هو ناشط، يعني الناشط خاص فيه، المتظاهر كاتلي، ترى ما يصير، هذا مو عمل، هذا مو عمل صحيح. أمك لما تخطفون وهذا كانوا مشتغلين صح من ذاك اليوم لليوم، أنتوا تقتلون هذا وخاطفين الناشط وكاتلين المتظاهر، هذا شغل مو صحيح. فأطالب من الجهة اللي خطفته تطلق صراحة فورا. هاي الناس اللي طالعة بكل العراق تريد حرية، تريد تعيش حياة كريمة، ما طالبة شيء عمي. احنا بالقرن العشرين والعالم كاتل هالظيم، مو ظلم هذا؟ والله ظلم. احنا منسقية متظاهرين مدينة المسيب ومنسقية تظاهرات شمال بابل كلها مساندة للأخ سلام العقابي، وراح نبقى نظاهر وراح نبقى نعتصم وراح نبقى مستمرين بالتظاهر لحين اخراجه. طفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها قالت إن سلام خرج ليطالب بوطن، فما الذنب الذي اقترفه؟ أبويا راح ساعة التحرير وماكو بعده، والله عيشتنا أبويا حتى إيش رايد شي، رايد وطن بس، هاي العالم وهاي عيشتنا، بالله إيش نسوي إحنا قابل، نريد وطن. ويتهم الصحفيون والمتظاهرون الميليشيات بوقوفها خلف هذه الجرائم في محاولة لإسكات الحراك الشعبي المناهض لنظام المحاصصة والتدخلات الخارجية وتقييد حرية الصحافة والتعبير وفقا لمصالحها. وعدت جهات حقوقية محلية في وقت سابق المرحلة التي يمر بها العراق اليوم الأسوأ في تاريخ حرية الصحافة والتعبير.